مرحبا بك. دونك قاعدين نشهد توا في موجة نتاع التهاب القصبات الهوائية، معتادين بها الحقيقة، مستنسين بها الموجة هذه. سوف كو معناها السنوات الفارتة بحكم كان عندنا برشا كوفيد وكنا مركزين في الكوفيد، وبحكم انه معناها اجراءات الوقاية خلات البرونكيوليت تنقص برشا. معناها مهمة ياسر الاجراءات الوقاية كنا نعملوها قبل، انه تغسل يديك مليح وتهوي وصغار ما يبوسوش بعضهم والبو ما يبوسش ولده وكذا وكذا. دونك نقصك برشا من برشا امراض اي كومبخي البرونكيوليت. توا عندنا بريسك جمعتين قاعدين نشوفوا في موجه كبيره تاع التهاب القصبات الهوائيه. براتيكمون توا اللي قاعدين يعديوا في الارجونس كل يوم انا بين 160 و200 باساج بار جور، دي نوريسون كي يجيو عندهم برونكيوليت، اللي نقولوا نحن الضبطه بالدارجه ولا التهاب القصبات الهوائيه بالعربيه ولا برونكيوليت بالفرنسي، اللي هو فيروس يتسبب عند الصغار في نقص في الانفاس. وفما درجات، فما درجات، فما صغير ساعات يجيك كحه كهو، فما صغير خشمه مسكر كهو، وفما صغار اللي يتم ايوائهم في المستشفى. به مثلا من اللي بدات الموجه براتيكمون عندنا توا جمعتين تم ايواء 50 صغير عنده التهاب في القصبات الهوائيه. حاليا عندنا 25 منهم واحد تنفس اصطناعي وثمانيه في الانعاش، اما ماهوش تنفس اصطناعي، اما معناها كما نقولوا نحطوا لهم ماكينه باش تعاونهم على النفس والاكسجين اتسيتيرا باش ينجموا معناها ما نلتزموش التنفس الاصطناعي. دونك فوالا نحن مستنسين به الحقيقه. نحن قلقنا شويه انه قاعدين نشوفوا في لي ترونش داج الصغار، معناها اللي هما يتم ايوائهم في المستشفى لاعمار بين 5 ايام حتى العامين، الصغيرات اللي يتم ايوائهم معناها بالفيروس هذا. وعندنا اللي فوق العامين اللي معناها امراض اخرى بتاع التنفس وكل شيء. كما اليوم مثلا عندنا 45 صغير مقيم في القسم، منهم 25 تاع التهاب القصبات الهوائيه. احنا القسم نتاعنا طاقه الاستيعاب نتاعو بين 35 و45 صغير، ما ينوصلوا ساعات حتى ل 60 صغير. فهمت؟ كي لازم معناها ما نحن لازمنا نحلوا مشاكل الصغار الكل ان شاء الله. معناها ما نجمناش نقولوا برا روح ما عندناش بلاصه، نو نوصلوا حتى نرقدوا بالزوز وثلاثه فرفرش، المهم كل صغير ياخو حقه في الدواء. احنا شوف والله نحن لقينا تجاوب كبير الحقيقه مع كل سبوت بوبليسيتير اللي عملته وزاره الصحه بحكم بخصوص البرونكيوليت. دونك الوقايه سهله، وديما نقولوا نحن خير العلاج الوقايه. معناها ما نوصلوش للتريتمون، هات نبداو بالبريفونسيون قبل. الوقايه سهله برشا، فهمت؟ انت مقرب ما تبوسش ولدك. نحن توا مثلا عندي صغير انا عمره 22 يوم، يقول قال 22 يوم يمشي تجي الفيروس هذا، كان ما يجيبهولوش شي واحد من برا. تجي الخاله تبوس، تجي العمه تبوس، تجي الجده تبوس. ما عادش لازم توا في مخاخنا ننضجوا شويه. بربي رام الصغيرات لاقل من 3 شهور ما يتباسوش. بربي ما تبوسوش الصغار هذوك، استحفظوا عليه، تحب تستحفظ عليه اغسل يديك مليح. ما يتباسش الصغير في العمر هذاك، راك انت تنجم تكون حامل للفيروس. ونحن كلاسيكمون اللي قاعدين نشوفوا فيه توا صغير البيبي يمرض قبل، وبعد 48 ساعه يظهروا الاعراض على ابوه، يقول لك هو اللي عدانا. لا يا سيد، راك انت حامل للفيروس وراه ولدك عمل الاعراض قبل وانت ظهروا عليك الاعراض من بعد. دونك نحن الوقايه انك تهوي، تعمل اي غاسيون تاع الدار، هويها الدار، خاطر نحن صغير محطوط في بيته مسكرين عليه شوفاج حذاء، تتلم الند وتتلم الواحد. دونك لازم ثقافه انك تهوي الدار، هوي الدار، خلي الهواء يدخل، نظف، اغسل مليح، اليدين ديما مغسوله، من بافيت اذا عندك اي اعراض البس بافيت. معناها اجراءات عملناها وقت الكوفيد، نحن طب صغار حسيناها في برشا امراض. معناها نقصت وقتها الجاسترونتيريت، نقصت البرونكيوليت، نقصوا برشا امراض اللي تتعدى بالعدوى. نحن السيرفيس وصلنا فارغين، قداش من نهار وثلاثة أيام وأربع أيام تلقى ما عندناش صغار في السبيطار. مناش زعما خاطرنا عملنا التزمنا بإجراءات وقائية مهمة ضد الكوفيد، حمايتنا ضد برشا أمراض أخرى. عن البرنامج نتاعنا إن شاء الله مش يتم معناها إنهاء الأشغال إن شاء الله من هنا لمارس أبريل، مش يولي القسم من الاخر اللي قاعدين تو نعملوا له في الاشغال نتاعو، وان شاء الله معناها دي سي مارس مش يولي عندنا قسم كبير ياسر تاع صغار. والله ممكن تو مش نولي ونخدموا 60 سرير الكل في الكل، معناها تو نحن نخدموا في ال 35 40، ممكن مش نوصلوا حتى ال 60 سرير طاقة جملية القسم. حاجة مهمة ياسر. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.